مالك؟ البيت مديه منين؟ بصراحة طلبت فلوس من الكبير ورفض يديني. سامحني يا سيدوني. يخرب بيتك، انت اللي قلت له ما تدينيش فلوس؟ هقول له ليه ما يدكش فلوس؟ انا قصدي سامحني يا سيدوني في اللي هقوله. ازاي ترتيب الجملة غلط. في تدريب كان بيدوه زمان في الدراسة، وانا كنت فاكره هايف بصراحة، طلع مهم اللي هو رتب الجمل الاتية ده، انت لازم تتعلمه. انت فوت تقول لي حاجة تضايقني، اشتمك، تعتذر لي، تقول لي سامحني، انما مش من الاول كده. ليه وجهة نظرك؟ اسمع وجهة نظري. أنا قصدي يا سيدوني لما أقول لك سامحني في الأول إن أنا بسبك عشان ما تتضايقش في وسط الكلام. خلاص مسامحك، إنجز. سامحتني على إيه؟ أنت تستعبط يالا؟ مش أنت بتقول لي أنتوا بتعملوا كده هنا؟ إيه بس أنا لسه ما قلتش حاجة. أنا قصدي سامحني يا سيدوني، الكبير عنده حق. عنده حق في إيه بقى؟ عنده حق إني ما أدكش فلوس يا سيدوني. مش أنت اللي صرفت الورث بتاع أبوك وقاعد لنا زي خيبتها ولا شغلة ولا مشغلة؟ ده أنت بقيت عاطل المزاريط الأول. أنت خنزير. ده يمكن تكون بني آدم. ازاي الكبير كان عنده حق تقول لي قبلها سامحني، وده شملت الخواطر دي كلها ما تقولش قبلها حاجه؟ وهو انا غلطت في حاجه يا سيدوني؟ انا بوصفك، بوريك حقيقتك. اشترك في باقات واتشت الشهريه ب 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه ب 149 جنيه و99 قرش.